المسيح رجاء الأمم. رجاء لأنه ما في رجاء إلا بالمسيح. المسيح نور الأمم، وهذا النور هو الذي يفضح مملكة الظلمة، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. لما الرب دعا شاول الطرسوسي، بولس الرسول قال له: الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. المسيح هو الخلاص للأمم. كل من يدعو باسم الرب يخلص، ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم.